كلها الفنية ما أخطأتش مرة في الاختيار، وأنا بقصد بالاختيار إنه ما عملتش عمل أخجل إن أنا النهاردة في السن ده أقول يا ريتني ما عملتوش. الحمد لله. رحل الفنان الكبير أحمد خليل. رحل الفنان الذي أبدع في كل أدواره واستطاع بقدرة كبيرة أن يجسد أدوار الشر والخير وحتى الكوميديا. رحل قبل أن يفصح عن كل مواهبه وقدراته. رحل الفنان المبدع الذي يحترم فنه وجمهوره ويرعى ربه وضميره. في هذا التقرير سوف نتعرف على الفنان أحمد خليل، كما سنتعرف على زيجاته وأهم الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة. اسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم، ولد بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكان يهوى التمثيل منذ صغره، ولكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فأقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل. فتخرج من معهد السينما عام 1965، وتم تعينه معيد بالمعهد، والتحق بمسرح الجيب، وجاءت تسمية مسرح الجيب على صالة مسرحية صغيرة تتسع لعدد قليل من المتفرجين، وهي بذلك تقترب كثيرا من مفهوم مسرح الحجرة. وهناك عدة صالات تحمل اسم مسرح الجيب في العالم. وفي عام 1962 بمصر قامت جماعة من طلاب المسرح الذين درسوا في أوروبا بتأسيس مسرح الجيب الذي أداره سعد أردش 1924، ولقد قام أحمد خليل بتمثيل 9 مسرحيات بدءا من الكمبارس إلى البطولة، مثل مسرحيات يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة، حتى تم إلغاء مسرح الجيب ليقدم 3 أفلام هم 3 وجوه للحب وزهور برية والتلاقي. السبعينيات حيث شهدت مصر أحداثا سياسية صعبة، وتعطلت الحركة الفنية بعد هزيمة 1967، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من نجوم الفن للسفر للخارج، وكان من بينهم أحمد خليل الذي سافر للخليج وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية هناك، وحقق بين جمهور الخليج نجومية رائعة وانتشار كبيرا، مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية وعن نجاحه في الخليج. قال خليل في أحد لقاءاته التلفزيونية: أنا ممثل محترف، وعندما يكون الممثل موهوبا ومثقفا فإنه يختار الأدوار التي تناسبه وتناسب سنه، لأن قيمة الممثل الحقيقية هي أن يقدم أكثر من دور مختلف، وبقدر ما يواجه من إرهاق بقدر ما يشعر بالمتعة، خاصة بعد أن يخرج العمل إلى النور. فخور بالتجربة في الخليج وسعيد بكل أدواري. من أهم ما شارك به هناك من أعمال متميزة مسلسل سليمان الحلبي، حيث قام بدور الجنرال الفرنسي كليبر. في نهاية التسعينيات عاد أحمد خليل لمصر، وعاد بكل قوة إلى التمثيل في أعمال تلفزيونية مصرية مثل يموت الزمار، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، واستطاع بحضوره التلفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، ولكنه لم يحظى بنفس المكانة في السينما، وشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة، كان أبرزها مسلسل حديث الصباح
والمساء الذي قدم خلاله شخصية عطا المراكيب صاحب المشاعر الرومانسية، والمسلسل من تأليف الأديب الكبير نجيب محفوظ. عن الزواج والحب في حياة أحمد خليل، تزوج مرتان، المرة الأولى من الفنانة سهير البابلي، فكان الثنائي من الفنانين الذين بدأوا مسيرتهم الفنية من خلال المسرح. وذكر الفنان أحمد خليل قد شاهدها أول مرة في أحد مواقع التصوير التي كان يصور بها مسلسل شارك كلاهما فيه، ولقد نشبت بينهما شعلة الحب من أول نظرة، والتي أسفرت على الزواج، لكن سرعان ما انطفأت بعد عامين من الزواج. وقد صرح الفنان أحمد خليل عن سبب الانفصال، حيث كان يشعر بالغيرة عليها وأنه رجل من أصل ريفي، وأنها كانت في وقته في أوج مسيرتها الفنية على عكسه حيث كان في بداية مسيرته الفنية. وقال إنه لم يتزوج بعد انفصاله إلا بعد وقت طويل، وصرح أيضا في حوار تلفزيوني أن خلال فترة زواجه منها لم يعمل أي منهما في أعمال فنية مشتركة. الزيجة الثانية التي استمرت حتى وفاته فهي سيدة ألمانية تدعى هايدي، وكشف أن الزواج في البداية كان بضغط من والدته، حيث أصرت على زواجه مرة ثانية وتحديدا من هذه السيدة الألمانية بسبب وجود علاقة صداقة بينها وبين زوجه شقيقه، ولكنه أعجب بها بعد لقائها عدة مرات، حيث تزوج منها حيث قام أخوه باستضافتها عندما زارت مصر. وتحدث أحمد خليل عنها قائلا: لقد قام شقيقي باستضافة إحدى الفتيات الألمانية في منزله لكي تزور مصر، والزيارة كان مقررا لها 10 أيام وامتدت إلى 3 شهور، مشيرا إلى أن والدته تعرفت عليها وعرفته بها حتى يتزوجها. وعلى الرغم من رفضه لهذه الفكرة في البداية، لكنه بعدما رآها في منزلهم في أحد المرات أعجب بها، وهي تعلقت به واعتنق الإسلام وتزوجوا سريعا. طلب الفنان أحمد خليل من أسرته عدم تعليم زوجته للغة العربية حتى تستمر الحياة بينهم، لافتا إلى أنه علموها اللغة واستمرت الحياة بينهم، وأضاف أنه لم يرى شخص في حياته يعشق مصر مثلها. قدم خليل خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 200 مسلسل تلفزيوني، منها هوانم جاردن سيتي، صقر شاهين، أبو حنيفة، النعمان، الفتوة، بالإضافة 13 مسلسل إذاعي أشهرها وغربت الشمس، عشاق الحياة، و18 سهرة تلفزيونية أشهرها خريف لن يبدأ، زهور الحقد، كما شارك في بطولة 22 فيلما سينمائيا، منها إعدام بريء، كتيبة الإعدام، 3 وجوه للحوب. وفي أحمد خليل الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، حيث قيل إنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد-19 قبل أن تكشف الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الميهان التمثيلية أن الراحل كان يعاني من مشاكل بالقلب وتوفي نتيجة ذبذبة أذنية. بينما كشفت درية خليل شقيقة الفنان الراحل عن تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاته، والتي شهدت إصابته بفيروس كوفيد-19، لافتة إلى أن أعراضها كانت عادية وغير شديدة. تم نقله إلى المستشفى، وتوضح إن سبب الوفاة ذبحة صدرية، وهذا كان سبب الوفاة المباشر. وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان، باستثناء مشهد واحد فقط، وكان من المقرر أن يقوم بتصويره، إلا أن إصابته بفيروس كوفيد-19 منعته، وتم تشيع
جثمان الراحل من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة عقب صلاة الظهر. إلى هنا وصلنا إلى نهاية التقرير. فضلا وليس أمرا أتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.